الله يعطيكم العافية. يعني دائما قافلة يوم جديد هيك منشوف المناظر الجميلة والخلابة من كافة المناطق في بلدنا الحبيب. أحمد أبو حماد يعطيك ألف ألف عافية. عموما إحنا دائما بنحكي الحوار الهادف هو سر النجاح في أي مكان. إحنا لما نكون بمكان نتقبل الرأي والرأي الآخر، وخاصة لما الشخص اللي أمامك فكره غير عنك، طبعه غير عنك، أخلاقه غير عنك، أنت تتقبل هذا الشخص هذا برجع لإلك، لكن أنت تعرف تحاوره هذا موضوع بده دراسة وبده شغل. إحنا اليوم عم نتحدث عن ضيوف مميزين من جامعة الأميرة سمية، رح يكون لهم مشاركة هم عندهم فريق مناظرة في الأردن، والآن رح يكونوا مشاركين بأكبر بطولة دولية للمناظرات باللغة العربية رح تقام بالدوحة. رح يكون في أكثر من 100 فريق مشارك من حول العالم، واليوم بينضم لنا نهى المدربة نهى غناجة. أهلا وسهلا فيكي. رئيس نادي المناظرة عبد الرحمن فتيان، صباح الخير. ومحمد حطاب، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونورتونا. رح أبلش من عندك نهى، دائما ladies first، أنا بغاوز مع الصبايا دائما. خلينا نحكي عن هاي الفكرة، يعني أنتوا طلعتوا بفكرة نادي مناظرة، وأنا حاسة أنه الموضوع جدا مهم. خلينا نحكي أنتوا أساسا ليش طلعتوا بهاي الفكرة؟ بداية نادي المناظرات والفكر في جامعة الأميرة سمية هو انطلق كمنصة للشباب من الجامعة، وانطلق لكل شباب أو فئات المجتمع في الأردن. والحلو أنه النادي بيعتني بشكل أساسي بفن المناظرة وأساسيات الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر. والفكرة الأساسية أنه بنحاول يعني نوجه أو نتوجه لكل الشباب الأردني، سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات أو حتى ما بعد الجامعات. فنادي المناظرات والفكر هو نادي من أحد الأندية المتميزة في جامعة الأميرة سمية، اللي دائما تحرص على دعم هذا النوع من الأندية الموجودة في الجامعة. بشكل أساسي بنركز على أساسيات المناظرة، على أساسيات التقبل الرأي والرأي الآخر، وكل ما يتعلق في هذا الموضوع. طيب عبد الرحمن، يعني أنت كنت من المؤسسين بنادي المناظرة، وبحب أعرف أنا يعني لما أنتوا طلعتوا بهاي الفكرة وبلشتوا تشتغلوا عليها، شو اللي لفت نظرك؟ يعني إحنا بنشوف مرات مثلا الصبايا بيكونوا مهتمين كتير أكتر بهاي المشاريع، فأنت كشاب وبالجامعة كيف خطر ببالك أنك تكون موجود بهيك إشي؟ فعليا يعني كان لدرجة معينة جدا متوازن التركيب بين الذكور والإناث في النادي، ولحد هاي اللحظة الحضور دائما متشارك ودائما في نوع من التعاون والتفاهم في هذا الموضوع، لأنه في النهاية لما تخاطب العقول أنت بتخاطب العقول، صح. ما بتخاطب أي مظهر من المظاهر الأخرى، فبالتالي موضوع المناظرة بيستفز بداية العقول، وهذا اللي بنسعى له، هذا اللي بندور عليه عند الشباب الأردني. فما في حاجز يوقف أمام مخاطبة عقول الشباب الأردني، الشباب الواعي اللي بيسعى أنه يكون أفضل وأفضل وأفضل، ويكون تصور واضح عن مجتمعه، عن حياته، عن وطنه، عن المستقبل اللي بيدور عليه. فبالتالي كان موضوع المناظرة بالأساس بناقش المستقبل تبعنا، احنا وين رايحين، احنا شو لازم نعمل حتى نكون نوصل في مجتمعنا للوعي المطلوب، حتى نحقق مستقبل افضل لنا ولوطننا ولاهلنا ولكل الاشياء اللي بنحلم فيها اللي حواليك. يعني هي انت اذا لغه الحوار وجدت لن تكون هناك خلافات، اذا احنا قررنا نسمع الطرف الاخر فانت ما راح تدخل بالنقاش. صحيح. محمد، انا سؤالي لك، اني راح اكرر سؤال لعبد الرحمن، كيف قررت انك تدخل بهذا النادي؟ كيف قررت انك تكون أيضا من اللي أنشأوا نادي المناظرة؟ الحقيقة النادي كان عبارة عن منصة موجودة في الجامعة لإلي، أنا كنت في الثانية الأولى في الجامعة، وحقيقة مثل حقيقة فرصة واعدة لإلي كطالب داخل جديد على الجامعة، أني أقدر أوصل رأيي في أمور بتهمني، أني أقدر أعبر عنها بطريقة منهجية سليمة، بتعالج مشاكل معينة ممكن أنا أواجهها كطالب وزملائي الطلبة بشكل عام أو بتواجهنا في المجتمع. وغير هيك هي مهارة وتنمية، يعني أنت بتنمي عندك حقيقة ملكة اللي هي في النقاش والمحاججة بشكل سليم وعلمي.
فكان هذا المنطلق اللي أنا انطلقت من أجله عشان أنضم للهيئة التأسيسية في النادي. برافو. نهر حرجع لعندك، أنت أصغر محكمة بهذا الموضوع وما شاء الله عليك، فاحكي لنا شعورك بهذا الموضوع أنك رح تكوني محكمة بهاي البطولة. قطر إن شاء الله. هاي يعني جميل أني أذكر أن هاي المشاركة الثانية لجامعة الأميرة سمية في البطولة الدولية اللي تقام في كل عامين في الدوحة. المرة الماضية كانت في مشاركة 87 جامعة، وكانت جامعة الأميرة سمية ضمن الجامعات اللي شاركت، والجدير بالذكر أنه يعني حصلت على المركز السابع دوليا ضمن تصفيات الـ 16 اللي الجامعات اللي شاركت. وأنا في هذيك البطولة كنت محكمة ومدربة، وفعليا كنت أصغر المحكمين في عمر 22 سنة ما شاء الله. وبعد هيك تم اختياري حتى أحكم على الجولة النهائية في البطولة، فصدقا تجربة ما بنساها، والانعكاس علي وعلى شخصيتي وعلى كل التجربة كاملة إنه إشي كثير يعني جميل برافو. طيب رح أرجع لعندك عبد الرحمن، إحنا عم نحكي الآن أنتوا دربتوا مجموعة من الشباب بالجامعات وأيضا بالمدارس كنتوا عم تخبروني، فكيف كانت التجربة؟ قديش عم تحسوا؟ يعني إحنا بنحس جيل عن جيل عم بيفرق، ويمكن اللي أصغر منا بكتير صار يفهموا أكتر منا بكتير، فكيف كانت التجربة إنكم تكونوا مع بعض وتدربوا الطلاب؟ يعني بتخيل أي يعني أكبر ميزة في موضوع المشاركات الخارجية أنك تطلع برا إطار جامعتك، تشارك في جامعات ثانية، تتواصل مع طلاب مدارس، تعمل بطولة وطنية شارك فيها جامعات من كل المحافظات، هي موضوع كسر الحواجز. مزبوط. إحنا في النهاية للأسف لأسباب متعددة يمكن يكون في حواجز ذهنية بيننا وبين جيلنا وبين زملائنا بين إخواننا من محافظات ثانية من قرية من 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 إلى آخره من هذا الموضوع. في مكان المناظرة أنت بتكسر كافة هاي الحواجز، وبنشترك جميعا في نفس المنصة، بنشترك جميعا في نفس الحق في الكلام، نفس الحق في التعبير. بالتالي هذا الموضوع بجمع أكثر بكثير من الخيارات الثانية. يعني فكرة أنه إحنا نجمع هذول الناس يبدوا يتحاوروا يوصلوا لنتائج مجتمعية تهم الجميع، هذا يعني من نوجد حلول شاملة فعليا. يعني والله حتى القصص والمشاكل اللي بتصير بمجلس النواب مش بس بالأردن، بالعالم كلها، إذا جد كان عندهم فن المناظرة ما رح ندخل بهذا الطابق ولا رح ندخل بهذا الموضوع. محمد، إيش أكتر إشي هيك بتطلع له لمشاركتكم بالدوحة قطر بهالبطولة؟ الحقيقة هي التواجد في ضمن مجتمع دولي من قبل طلاب جامعات بيحملوا نفس ثقافة المناظرة. الحقيقة أنه تستطيع أن تتفاهم معهم وأن تتحاور معهم في ضمن نقاش منطقي وعقلي، حقيقة نتمنى أن نرى أكثر وأكثر موجود عندنا في الأردن وفي الدول العربية الأخرى الشقيقة أيضا. يعني فهي فكرة أنه التواجد في هيك مجتمع طلابي. يعني أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق وبرافو عليكم، وتحية خاصة كمان لجامعة الأميرة سمية اللي إحنا عم نشوف قديش يعني أكثر من مجموعة من الطلبة إجوا عنا على البرنامج وعندهم شيء مميز، وأنتم عم تقدموا كثير للمجتمع الأردني. كل التوفيق لكم، وبدي أشكر كل من المدربة نهى غناجة ورئيس نادي المناظرة عبد الرحمن فتياني ومحمد الحطاب، نتمنى لكم كل التوفيق بمشاركتكم بالدوحة قطر. تحياتنا لكم. موضوع حساسية القمح هذا موضوع آخر عم بتم تداوله بشكل كبير، شو أسبابه وشو تأثيره على الصحة وكيف ممكن إحنا نتجنب هاي الأعراض أو كيف ممكن تعرفوا أصلا أنه عندكم حساسية القمح. رح نتابع هذا التقرير ورح نرجع لكم ببقية فقراتنا. طبعا اليوم مهرجان الطفولة الثالث لمرضى حساسية القمح. طبعا جمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح أقامت هذا المهرجان الثالث وهو الأول من نوعه في الوطن العربي. هدفنا بهذا المهرجان أنه نعزز نفسية الطفل وندعم أم الطفل حتى أنها تواصل حياتها في تقديم كل ما هو مناسب لطفلها. بتعرفوا أنه أطفالنا مرضى حساسية القمح بيعانوا من غلاء الأسعار، بيعانوا أنه عدم توفر المواد البديلة طبعا لحساسية القمح وهي جلوتين فري. فالحمد لله الجمعية
حاولت انها تامن كل مستلزمات مرضى حساسيه القمح بالمنتجات الخاليه من الجلوتين. واليوم احنا مهرجاننا الثالث عم بنعزز قيمه الطفل بنفسه وكيف يتعايش مع مرضه وكيف انه لازم يتحدى هذا المرض وانه كيف يحقق حق من حقوقه اللي هي حقه ان يعيش بامان في غذائه الامن وصحته اللي هي طبعا كفلها الدستور الاردني. انا جاي الكردي جاي من اربد عشان نحضر المهرجان وبنشكر خالتي سهير والجمعيه لانهم بدعمونا كثير. اليوم عندنا ايفنت عن مهرجان الطفوله الثالث لمرضى حساسيه القمح باشتراك مع جمعيه اصدقاء مرضى حساسيه القمح، فحبينا اليوم نعمل نرسم البسمه على وجوه الاطفال اللي عندهم مشكله السيليك ديزيز، وان شاء الله راح يكون في شراكه كبيره بيننا وبين الجمعيه على اساس نشوف شو الادويه الممنوعه اللي ما بيصير استخدامها. حاولنا اليوم نكون موجودين بالامانه على القليله شويه نقدر نقدم للاردن ولاطفال الاردن اللي محتاجين اللي عندهم مشكله بحساسيه القمح نكون موجودين معهم نقدر نرسمهم البسمه. كل الشكر للاخت سهير القائم يعني ليل نهار على خدمة هؤلاء الأطفال. طبعا المهرجان يعني جدا جدا مهم للأطفال، يعني حتى البنت تستناه من السنة للسنة، يعني فيه كثير فقرات وفيه أشياء بتبسطهم وفيه يعني بتظل البنت مشغولة طول السنة حتى تيجي هذا المهرجان.